قال وزير البيئة خالد فهمي إن الوزارة بصدد تركيب حساسات بكل المحطات والمنشآت التي تصب المخلفات في النيل لمعرفة المواد التي يتم تصريفها في النهر، وذلك بناء على التعديلات الأخيرة لقانون حماية البيئة. جاء ذلك خلال مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الري والبيئة لتطوير وتبادل البيانات. احنا عندنا فيما يخص مياه نهر النيل عندنا برنامج طموح لتركيب حساسات في كل المحطات وكل المنشآت التي تصرف على نهر النيل، وده بقى بحكم قانون البيئة والتغير اللي حصل في اللائحة التنفيذية بقى هناك قائمة من المنشآت اللي ممكن تأثر على البيئة بتبقى مطالبة قانونا بتركيب حساسات بيئية. الحساسات البيئية بتخلينا ان احنا نرصد لحظيا وطوال اليوم، وبيبقى على مباشر على الخط على غرفة العمليات عندنا ما الذي يصب في نهر النيل. فده عايزين نبقى نعمله مع وزارة الري بحيث يكون هذه البيانات موجودة عند وزارة الري في نفس الوقت اللي يكون عندنا.